تجاه هذا العدوان وتجاه ما يحدث مع فظاعته ومع شدة ما لحق بالشعب اليمني من المعاناة والمظلومية الكبيرة، كانت قليلة هي المواقف الحرة المتضامنة مع شعبنا اليمني، قليلة بقلة الأحرار المتحررين من أطماع الترغيب ومخاوف الترهيب، سيما على المستوى الرسمي. أما على مستوى الشعوب فالكثير منها مغلوب على أمره وينتظر هو لدوره. البعض من تلك المواقف الحرة والمشكورة جريء وقوي ومسموع، والبعض منها خجول ومنخفض، لكن الموقف المتميز والصوت الأقوى والوقفة الإنسانية الإيمانية الوفية الصادقة مع شعبنا المظلوم كانت للصادقين الذين أبوا إلا الصدق، وحتى وإن تعاظم الزيف وإلا الحرية، حتى ولو كثر عبيد المال وعبيد المصالح والأطماع وعبيد المخاوف، وأبوا إلا أن يكونوا كما كانوا أحرارا وشجعانا وصادقين، وما بدلوا تبديلا بإنسانيتهم وقيمهم وأخلاقهم وشجاعتهم التي واجهوا بها هجمة إسرائيل وعدوانها وأطماعها وطغيانها، يوم تخاذل كل محيطهم العربي، يوم عاشوا نفس المحنة التي يعيشها اليوم شعبنا اليمني المسلم العزيز. أولئك هم حزب الله، أولئك هم المفلحون بقيادة السيد المجاهد حسن نصر الله حفظه الله، عنوان الوفاء ورجل الشهامة والعزيز المؤمن. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يزيده عزا ونصرا وتوفيقا، إنه سميع الدعاء.